مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في بث مباشر لتونسنا اليوم على قناه تونسنا. اليوم 30 ديسمبر 2013، مازال نهار يوفا 2013، لكن ما حبش يخرج دون انه يسجل احداث كبيره زياده على اللي سجلها طوال سنه. اليوم حدث كبير طلعوه التوانسه في عديد وسائل الاعلام هو القاء القبض على سيف الله بن حسين المكنى بابي عياض، زعيم تنظيم انصار الشريعه اللي صنفته الحكومه تنظيم ارهابي في شهر اوت 2013. برشا كلام على هذا الحدث بين النفي وبين التاكيد، فما وسائل الاعلام التونسيه اكدت الخبر، واشنطن انفيت لوكاله رويترز منذ تقريبا ساعات بانه لديها علم بعمليه القاء القبض على ابو عياض. تنظيم انصار الشريعه اصدر بيان انفى فيه القاء القبض على ابو عياض. احنا اليوم باش نحاولوا نقربوا للحقيقه من خلال برشا تحليلات وبرشا معطيات وبرشا تليفونات من تونس وخارج تونس، هذا اللي باش نحكيوا عليه في الجزء الاول من حصتنا اليوم. في الجزء الثاني باش نحكيوا على قانون الكرامه ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، القانون اللي كما نقولوا شعل حريقه في المجلس التاسيسي وخارج المجلس التاسيسي بين الرفض وبين القبول، بين اللي يعتبروا سرقه لاموال الشعب التونسي وبين اللي يعتبروا حق واستحقاق لضحايا الاستبداد. هذا باش نحكيو فيه في الجزء الثاني من حصتنا اليوم. في الجزء الثالث باش نحكيو على الكلام، برشا كلام على خدمات شركة الخطوط الجوية التونسية، سرقة حقائب المسافرين وبرشا معاملات مهينة للمسافرين. فما شكون باش يرد اليوم من شركة الخطوط الجوية التونسية. اليوم سعيد باستقبال سي الناجي جلول سيد الجامعي والباحث، أهلا وسهلا بك. وكالعادة معي سفيان بن حميدة وجمال العرفاوي. قبل ما نحكيه على حدث القبض على أبو عياض، خلينا نشوفوا التقرير هذا اللي يعطي لمحة على حياة أبو عياض وبعد نرجع الحوار. من هو أبو عياض؟ هو سيف الله بن حسين من مواليد 8 نوفمبر 1995، أصيل منزل بورقيبة، ناشط سياسي ويعتبر زاعما لأنصار الشريعة بتونس. حفظ سيف الله بن حسين القرآن وتبنى منهج وإيديولوجية الإخوان المسلمين، وفي الثمانينات ناضل مع حركة الاتجاه الإسلامي النهضة سابقا. وفر بن حسين من البلاد بعد قمع نظام زين العابدين بن علي الحركات الطلابية سنة 1987، بعد أن حكم غيابيا بسنتين سجنا من قبل المحكمة العسكرية بتونس بتهمة المشاركة في الاحتجاجات. وعند خروجه من تونس قصد أبو عياض أولا المغرب، أين التحق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وهناك تزوج بمغربية، ثم سافر إلى بريطانيا وأفغانستان، وفي هذه الأخيرة شارك في معسكرات تدريب وقابل زعيم القاعدة أسامة بن لادن في قندهار سنة 2000. وأسس أبو عياض مع طارق المعروفي وحدة أسماها جماعة المقاتلين التونسيين في جلال أباد، ولذلك يتهمهم البعض بالمشاركة في تنظيم عملية اغتيال القائد أحمد شاه مسعود في 2001. وعلى هذه الخلفية تم تصنيف هذه الجماعة من قبل مجلس أمن الأمم المتحدة على أنها تابعة لتنظيم القاعدة. شارك بن حسين الذي أصبح يلقب بأبي عياض في حرب أفغانستان مع القاعدة قبل أن يغادر إلى تركيا سنة 2003، أين تم توقيفه وإرساله إلى تونس في نفس السنة، ثم حكم من قبل المحكمة العسكرية بتونس ب43 سنة سجناً. وبالرغم من العمليات العسكرية التي قام بها الرجل، إلا أنه كان يعتبر سجيناً سياسياً. فبعد ثورة 14 من جانفي سنة 2011 خرج أبو عياض من السجن في إطار العفو التشريع العام، وأسس طيار أنصار الشريعة الذي يقوده مع أبي أيوب والخطيب الإدريسي. وفي يوم 12 من سبتمبر 2012، قررت السلطات التونسية القبض على أبي عياض أثناء إلقائه خطبة تحريضية طالب فيها وزير الداخلية علي العريض آنذاك بالاستقالة، إلا أن أنصار أبي عياض تصدوا للقوة الأمنية المكثفة والتي انسحبت فيما بعد، تاركة وراءها نقاط استفهام عديدة حول تواجدها وانسحابها. ثم خرج أبو عياض محمي بأنصاره إلى وجهة لم تحدد. وبعد توتر أحداث الشعام واستهداف الأمنيين في تونس، إضافة إلى الاختلالات السياسية واقتحام السفارة الأمريكية وبعض المراكز الأمنية، اتجهت أصابع الاتهام من جديد إلى أبي عياض. وفي 17 من أوت الماضي صنفت وزارة الداخلية طيار أنصار الشريعة منظمة إرهابية. وفي منتصف سبتمبر الماضي كشفت صحيفة ألمانية أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عقد اجتماعاً سرياً في مدينة بنغازي في ليبيا استمر 3 أيام، وذلك بمشاركة زعيم أنصار الشريعة أبو عياض.
اجتماع بحث استراتيجية جديدة إقليمية تتعلق بمخطط إرهابي جديد يهدف إلى التصدي للحكومة التونسية، وأيضاً تدفق المقاتلين الإسلاميين المتطرفين على سوريا حسب ما أفادت به الصحيفة. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ألقت قوات أمريكية خاصة مدعومة بقوات ليبية ومجموعة من الأهالي ألقت القبض على زعيم أنصار الشريعة المحظور أبي عياض في ليبيا بمدينة مصراتة رفقة نحو 5 مرافقين له من بينهم تونسيين، وقد تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم. وحسب معلومات من مصادر دبلوماسية وأمنية فإن 4 جنود أمريكيين أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أثناء عملية القبض على أبي عياض، ويأتي إيقافه على خلفية اتهامه بمقتل السفير الأمريكي بليبيا والأحداث الأخيرة التي جدت في مدينة بنغازي. كما شفتوا في التقرير، حدث اليوم 30 ديسمبر هو عملية القبض على سيف الله بن حسين أبو عياض، يقول في مدينة مصراتة في ساعة مبكرة من صباح اليوم قوة خاصة من المارينز بالاشتراك مع قوات الأمن الليبية تمكنت من إلقاء القبض على أبو عياض. من المرجح أن يكون معناها تم تسفيره خارج ليبيا وهو توا في حوزة القوات الأمريكية. ولكن جمال، خليني نمشي معك في الجانب الإخباري. اليوم عندي نفي من واشنطن، تنفي رسميا أن تكون قوة المارينز هي اللي شاركت، يعني البنتاغون تقريبا تنفي، وعنا معناها تقريبا ما فماش تأكيد من وسائل الإعلام الأمريكية أو الليبية المعنية بالأمر. في المقابل عنا معطيات في وسائل الإعلام التونسية وبعض وسائل الإعلام العربية. كيفاش نعرفوا الحقيقة من الخطأ جمال عرفاوي؟ الخبر بالأساس هو معناتها تبنته وكالة تونس وثيق الأنباء استنادا لمصدر مأذون بوزارة الداخلية. بالنسبة للنفي البنتاغون ونفي السفارة الأمريكية ونفي الخارجية الأمريكية ونفي جميع الرسميين الأمريكيين، هذا طبيعي جدا، لأن عملية لو تمت إلقاء القبض على أبو عياض هي عملية غير قانونية. الإدارة الأمريكية ترفضها العملية ذي، خاصة الكونغرس الأمريكي يرفضها، خاصة بعد عملية خليج الخنازير اللي فشلت في كوبا. من وقتها ما فماش عمليات خاصة وعملية سرية قامت بالعملية ذي. إذا كانت تمت العملية قامت بها الدلتا فورس، الدلتا فورس هي قوة خاصة لا تؤتمر بأي جهة، لا تؤتمرش لا بالمارينس ولا بالأي ولا بالسيا ولا بالأبي آي. المخاطب الوحيد لها هو الرئيس الأمريكي، هو اللي يطلب منها باش تقوم بالعمليات الخاصة السرية هذية. وبالتالي فإنه طبيعي جدا لو تمت العملية ذي باش تنفي الجهات الرسمية كلها هالعملية لأنها غير قانونية. مسألة أخرى المفاجأة الكبيرة لمجتمع المخابرات خاصة فيما يحدث في ليبيا، هو أنه الهدف الرئيسي بالنسبة للاستخبارات الليبية هو أحمد أبو ختالة بعد إلقاء القبض على أبو أنس الليبي المورط في عمليات كينيا والنيجر. جي أحمد أبو ختالة اللي هو مورط مباشرة في اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي. لكن المفاجأة هذه لو تمت معناتها اعتقال أبو عياض كان لأنه مش من الأهداف الرئيسية للقوات الأمريكية الخاصة. وبالتالي فإنه إلى حد الآن ما تمتش العملية، ما تمش الإعلان على العملية، ما تمش تسريبها للصحافة الأمريكية. ربما في صورة ما إذا تم إلقاء القبض على أبو أنس الليبي وهو وضعه في مكان آمن بعدين يحط معناتها يسربوا المعلومات. لكن مش ممكن باش تسمعوا لا اليوم ولا الغدوه ولا العام الجاي كونه معناتها الاداره الامريكيه بجميع فروعها البنتاغون ولا الخارجيه ولا اي جهه اخرى تتبنى العمليه هذه ولا تعلن على العمليه هذه. واضح نفهم من كلامك جمال عرفي وانه نفي الاداره الامريكيه ما يعنيش انه الخبر عاري على الصحه. توا معايا الهادي احمد رئيس تحرير موقع حقائق اونلاين اللي هبط خبر على بيان منسوب لانصار الشريعه ينفي فيه اعتقال زعيمه ابو عياض، ويقول أنه البيان يقول أنه الخبر يهدف إلى دفع شباب الطيار إلى الرد المادي تأكيدا لتحذيرات بن ظفرين الطواغيت ويعني وجندهم بمناسبة رأس السنة الميلادية. أولا هادي أحمد مساء الخير. أهلا مرحبا صديق، شكرا. أهلا وسهلا بك هادي أحمد. أولا إصدار أنصار الشريعة لبيان تنفي فيه، أولا شنو صحة البيانات اليوم المنسوبة لأنصار الشريعة؟ شنو مصادرها وشنو مدى صحتها باش نعتمدوها في وسائل الأعلام والنجم نقولوا أنه أنصار الشريعة تنفي بشكل رسمي؟ وأنت رئيس تحرير موقع حقائق أونلاين اللي كتب برشا على أنصار الشريعة واعتمد برشا مصادر منها. خليني اولا اذا كان تسمح توفيق نعقب على كلام زميلنا جمال. انا عندي وجهه نظر اخرى، يعني في بالنسبه لخبر اعتقال ابو عياض في ليبيا عندنا تقريبا مصادر متشابكه يعني ومعلومات متضاربه. يعني المنطق والعقلاني احنا اول حاجه عندنا
المصدر الأساسي هو المصراتة ذاتها والمدينة التي وقعت فيها عملية الاعتقال. يعني الجهاز العسكري في هذه المدينة نفاه جلسات أنباء خبر اعتقال أو القيام بأي عملية في هذه المدينة لاعتقال أبو عياض. ثم جاء منذ قليل كما تعلم يعني ويعلم الجميع السادة المشاهدون خبر نفي وزارة الخارجية والإدارة الأمريكية لعملية الاعتقال. والطرف الثالث وهو الطرف المعني بالأمر وهم أنصار الشريعة الذين كذبوا في بيان لهم على المواقع الاجتماعية هذا الخبر. بالنسبة للبيان الذي تحدثنا عليه في موقع حقائق أونلاين هو طبعا بيان نشر على المواقع الاجتماعية وعلى أساس على الموقع الرسمي لتويتر لتنظيم أنصار الشريعة. قلت لي تنشر في موقع أنصار الشريعة على تويتر. أيوة. وهذا الموقع على فكرة موجود تقريبا منذ أكثر من عام يعني ليس وليد اليوم. يعني كل ما يصدر شيء أو بيان أو اعتقال أو توضيح وما إلى ذلك من أخبار أنصار الشريعة يصدرها هذا الموقع. دونك نرجع لمسألة صحة الخبر من عدمه. أنا شخصيا عندي شكوك حقيقية حول صحة الخبر. صحة الخبر هذه مبنية هذه الشكوك على نفي ثلاثة أطراف معنية بالخبر. يعني الطرف الليبي والطرف التونسي المتعلق بأنصار الشريعة طبعا والطرف الأمريكي الذين هم قاموا بعملية الاعتقال حسب زعم الخبر. يعني قول الزميل جمال أن الجهة الأمريكية تنفي أو مش ممكن يعني تعلن عن اعتقالها لشخصية مثل أبو عياض هذا أعتقد يعني التجربة بينت عكس ذلك. يعني احنا مش يتفاعل معك هادي أحمد هو مش يتفاعل معك جمال عرفاوي في النقطة هذه بالذات لأنه ما هوش نفي حسب ما فهمت من جمال عرفاوي. احنا قلنا في سورة ما إذا معناتها كيفاش تتم العمليات هذه. أبو أنس الليبي لما تم إلقاء القبض عليه إلى حد هذا اليوم لم تعلن أي جهة رسمية أمريكية عن إيقافه إلى حد هذا اليوم. العملية حسب ما تم تسريبه على كل حال هذه سمحني بالنسبة البنتاغون ذاته أعتقد أعلن على اعتقال أبو أنس. يعني المسألة محسوم فيها يعني فصراحة يعني المسائل مبنية على معطيات يعني مش مبنية على تخمينات أو أنا شخصيا يعني لما تسألني عن رأيي طبعا أنا مع اعتقال أي شخص يمثل تهديد الأمن الوطني والأمن التونسيين. يعني إذا كان ثبت تورطه في الإرهاب يعني هذا مسألة محسومة. ولكن لما ينشر خبر ويبنى عليه كلام ويؤخذ به يعني المفروض يعني يكون مدعوم بحجج حقيقية وتصريحات حقيقية. الجهة الرسمية أو الجهة المخولة لكونها تؤكد هذا الخبر لن تعلن لهذه اللحظة وأنا أتحدث في هذا عن يعني تبنيها لمسألة اعتقال أو القبض على أبو عياض. تقصد الإدارة الأمريكية هادية؟ لا الجهة الرسمية أقصد. الجهة الرسمية يعني الخبر الذي ورد في وكالة الأنباء التونسية وكالة إفريقيا الأنباء منسوب إلى مصدر يعني مجهول. نحن لا نعلم إلى حد اليوم من هو هذا المصدر. صحيح. يعني المفروض يعني يخرج علينا وزير الداخلية أو أي مسؤول في الدولة يحمل صفة رسمية ويؤكد أو ينفي هذا الخبر. يعني مش معقول بالضبط في نفس السياق. احنا حاولنا الاتصال بمحمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية ما لقيناش جواب إلى حد الآن. ومن المستغرب كما قلت أنه في وكالة أنباء رسمية تسند الأخبار إلى مصدر مأذون معناها مصدر ما هوش واضح. سمحني يا توفيق يعني الخبر بمثل هذا الحجم يعني أعتقد أن أكبر مسؤول في الدولة رئيس الوزراء من المفترض إذا كان صحة إلى الخبر يخرج ويعلن للتونسيين ونحن نعيش يعني بداية احتفال رأس السنة يعني عن هذا الخبر الذي هو خبر بالنسبة للعديد من التونسيين يعني يعتبر خبر إيجابي يعني مفروض يعني واضح. فالتكتم أو التستر أو القول بأن يعني مقتضيات البحث وما إلى ذلك لا يؤخر ولا يقدم ما هوش مبرر لأنه خبر كبير برشا. يعطيك الصحة لهذه أحمد رئيس تحرير موقع حقائق أونلاين على المعطيات هذه اللي أمدتنا بها. سفيان بين النفي والتأكيد وما صدر من بيان أنصار الشريعة وكأنه فيه
فيه نوع انصار معناها البيان فيه نوع من الدعوه الى عدم القيام بعمليه ليله راس السنه وهذا حكينا فيه بكري. وانا اعتقد انه هذا الهدف الاساسي من البيان هو طلب من انصارهم انه عدم تنفيذ تهديداتهم اللي موجوده من مده واعلنوها هما انفسهم. فيما يخص اعتقال ابو عياض ولا انا بالرغم من تكذيب الناطق الرسمي لوزاره الدفاع الامريكيه هذا وسفاره الولايات المتحده في تونس هذا مزوز الجهات الامريكيه اللي تكلمت الى حد الان في حين انه الجهه الاكثر قرب للحديث في العمليه هذه هي هو النطق الرسمي للبيت الابيض. دونك نستناوه مبدئيا نهار ثلاثة الجاي غدوه ممكن هما عندهم ينجم تعطينا معلومات اكثر. الخبر هو صادر عن مصدر امني ماذون بوزاره الداخليه وما نتصورش ان وكاله التاب المصدر هذايا بالنسبه لها ماهوش قوي. ماهوش مكشوف الهوية. ماهوش مكشوف لكن مصدر قوي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ما ننساوش أنه محامي أبو عياض أكد الخبر. شفيق الغاق. فهمت؟ اليوم أكد في أحد وسائل أكد الخبر. أكد الخبر. فهمت؟ أكد خبر اعتقال أبو عياض. معناها أغلب الظن. أغلب الظن. أنه الاعتقال تم. وهذا نقوله بكل صراحة معناها التعامل معه اللي قاعد صاير توا هذا تعامل سياسي تكتيكي وأمني لكن هو خبر مفرح بكل المقاييس بالنسبة للتوانسة لكن يوحينا إلى موضوع آخر هو أنه تعرفش اللي تسيب الحمام وتجري في جرته احنا عاملين كيكة معناها لانه نذكره ويلزم نذكره انه راو السيد هذا كان موجود كان في قبضة الامن التونسي وسعلي العريض وقتها وزير داخلية اعطاه تعليمات باش يسيبوه في جمع الفتح وهذا لو انه تم اعتقاله وقتها رانا مانيش نحكيه في هذا الموضوع لكن خاصة العديد من الاغتيالات راو فما 20 ولا 30 اغتيال صار من وقتها لتوا كنا نتجنبوه نحب نذكر كون المعلومات اللي تسربت كونه تم القاء القبض عليه الساعه 4 فجرا وبالتالي معناتها من الصعب جدا كونه معناتها الناس الكل قاعده تشوف فيه كيفاش تشد. اثنين هو فما عمليه تفتيت الخبر معناتها امتصاص الخبر كونه ما تقعش رده فعل مباشره على العمليه هذا في صوره ما اذا تم القاء القبض على ابو عياض هذا باش تتم العمليه هذه اول مره نجي زمان ما احناش متفقين اول مره ديما مش ما تعملوش مقامره على سفيان بن حميد انا نتصور على انا متفق مع سفيان السيد هذا كان توقف وكانت امكانيه توقيف جمال الفتح موقفتوش وربما كان توقف راح ماش نحكيوا عليه اليوم لان انا اما علاش ما توقفش وقتها وتوقف تو فهمت الخبر خارج وزاره الداخليه التونسيه خارج تاع اليوم تاع الايقاف انا نتصور يدخل انا نتصور ابو عياد ما قعش ايقافه يدخل في اطار حرب اعلاميه ورقه ضغط ثم اخبار ما نجمش ناكدها انا من الصحافي ثم اخبار تقول الا هنالك وساطه بين حركه النهضه وابيات عن طريق احدى اعضاء ذبو ذعير القدامى لا ما نقولش هنا ما احد اعضاء الاخبار وهنالك وساطه ولن هنالك محاوله ضغط على ابو عياض لثنيه عن اذا الدخول في العمل المسلح و وساطه بين من ومن بين الحكومه التونسيه ولا بين جزء مثلا نقولوا بين اذا متنفذين في الحركه الحاكمه وابو عياض لثنيه عن العمل المسلح والتفجيرات وبالتالي انا نتصورها في اطار هذه المفاوضات في المفاوضات اذا هذه ورقه ضغط اذا ورقه ضغط على ابو عياض واذا مناوره اذا موجوده المشكل في تصريح المحامي نتاعو
اللي أكد اعتقاله شفيق الغاق اليوم ماهوش وأنا ما أعتقدش أنه المحامي بتاع أبو عياض داخل في أي حسبة معناها شنو معناها؟ معناها أنه المحامي بتاع أبو عياض يلزم يكون داخل في حسبة مع وزارة الداخلية للتورية كذا، وهذا مستبعد جدا. أي لا فما معتقد تجاه هذا شوفين بربي خاطر يقولوا انه سي شفيق اللغاق محامي ابو عياض يقول انه انصار الشريعه يقول راهو ما وكلوا حد للدفاع عن ابو عياض، حتى عائله ابو عياض ما وكلتوش نظرا لانه ابو عياض ما لقاش فرصه باش يوكل محامي وما تنشرش قضيته باش يكون هو محامي. هذه المعطيات اللي زاد جمعناها اليوم نجمنا نجمعوها باش تولي الصوره ربما متكامله شويه. لكن سفيان جمال ونجيك تقولوا لي انه الخبر الزر على وزاره الداخليه، معناها متاكدين انه الخبر الزر على وزاره الداخليه، لانه اول ما شفناه في اذاعه موزايكا فهم قالوا نقلا على مصادر اعلاميه ودبلوماسيه. لا اصدر على وكاله الانباء، وكالة تونس افريقيا الأنباء اللي هي وكالة رسمية نقلا عن مصدر مأذون بوزارة الداخلية. أنا مصدر زاد بوزارة الداخلية أكد لي لكن الفضل نعلن على اسمه. تنجم معناها تنجم تاخذ الخبر على أنه مصدره موثوق. في تقديرك نجلول وزارة الداخلية تعرف وما تحبش تصرح 100% عليه. شوف سفيان، أنصار الشريعة راهو تنظيم عالمي، تنظيم مهيكل منظم، معناها ومن العادة أنه حتى كي يموت العبد والواحد معناها يعترف. المرة هذه نفاء، إذا تعرف قتل يموتون بجيادين يعترفوا، إذا عندهم نوع من الترانسبارانس. لكن بالنسبة للتنظيم يقعدوا مدة. جميل، سامحوني عندي تليفون من عبد الباسط الشهبي مؤسس جهاز الاستخبارات الليبي معايا على الخط. سي عبد الباسط مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا بك سي عبد الباسط. احنا اليوم معناها نلوجوا نهار كامل على مصدر ليبي ينجم ياكد لنا ولا يعطينا صوره تقريبيه حول خبر ايقاف ابو عياض اليوم في مصراتة. شنو عندك معطيات استاذ عبد الباسط؟ والله يعني هناك يعني امر من ناحيه ان هل تم القبض على ابو عياض او لا. بالنسبه لنا نحن بالنسبه لنا يقين القبض على ابو عياض، لكن بعد البرغاندا اللي صارت والشوشره اللي صارت على الموضوع حضياي يمكن يتم اخفاءه ويمكن حتى يتم يعني طرح صراحه، هذا شيء طبيعي جدا في علم المخابرات لان انت عارف. لكن من ناحيه ان تم القبض عليه يقينا، تم القبض عليه في بوابه الدفنيه يقينا، وقبل يومين في مدينه العجيلات برضو تم القبض على بعض الشخصيات الامريكيه تبع CIA وكانت في تلك المنطقه اللي ليس بعيده بكثير عن المنطقه اللي تم فيها القبض على ابو عياض. يعني هناك نشاط حتى للمخابرات الأمريكية، وهذا يدل إنما يدل على المعلومية يقينا بالنسبة لنا. لكن هل يتم حقيقة تسليمه والإفصاح على الموضوع أو لا، هذه تعتمد على العوامل الأمنية والسياسية في المنطقة وحتى في المصلحة، لأن هناك معلومات الآن متسربة تقول بأن الذي أعطى المعلومات على أبو عياض هم بعض الجماعات الإسلامية التي الآن هي حليفة مع جماعة الإخوان المسلمين الذين هم حلفاء للإدارة الأمريكية كي يكونوا الآن في المنطقة بعد إسقاط حكومة الربيع العربي. فلذلك هذه المعلومة عندما تتسربت طبعا هناك زي ما نقول نحن تسرب رعب لهذه القادات، قادات الجماعات الإسلامية، خوفا من انتقام من أفراد الجماعات أيضا، لأن هناك معلومات يقينا تقول أبو عياض الذي أعطى المعلومات عليه بعض الجماعات الإسلامية التي هي حليفة للإخوان المسلمين الذين هم حلفاء للإدارة الأمريكية، بما أن الإدارة الأمريكية أعطتهم الوعود الأكيدة سيكونوا هم الحكومة القادمة التي ستحل محل الحكومات التي أسقطتها ثورات الربيع العربي. أستاذ عبد الباسط، أنت موجود في ليبيا في بنغازي تحديدا، فماشي تأكيد وألا خبر صادر على جهة رسمية ليبية يدعم الخبر هذا أو يؤكد خبر اعتقال أبو عياض إلى حد الآن إلى حد اللحظة؟ لا توجد أي تصريحات من الدولة الليبية على الإطلاق بأن تم القبض عليه. هي كل الذي أخرج هي معلومات إعلامية. طبعا لا يتم حقيقة كيما نقول التهاون بالمعلومات الإعلامية، المعلومات الإعلامية لها مصادرها الخاصة طبعا. نعم المعلومات الإعلامية مصادرها الخاصة ومصادرها موثوقة، لكن كما ذكرت سابقا هل يتم الإعلان رسميا عليه أو لا، وهل إذا حقيقة تم القبض عليه هل يتم تسليمه أو لا، هذه المسائل طبعا كما قلت هناك زي ما
يعني هناك الآن مسائل أشياء عندما خرجت على السطح ردت فعل، هناك ردادة فعل رياكشن قوي جدا الآن حتى في طرف الإسلاميين. من الذي بلغ على أبو عياض؟ أبو عياض موجود له شهر كامل في طرابلس، ومن الذي يقنع أبو عياض الخروج من طرابلس توجها إلى سرت؟ وكيف تم الإعلان والقبض عليه في بوابة الدفنية؟ هذه المعلومات كلها. هناك تصرفات أيضا أن قيادات بعض قيادات الإسلاميين هم الذين بلغوا عليه على الحراكة. يعني أبو عياض يتنقل، أبو عياض سي عبد الباس يتنقل بسهولة في ليبيا، معناها حسب ما حكيت من طرابلس إلى سرت. يا سيدي ليبيا دولة ليس فيها هناك، يتحرك بكل سهولة. أختصر عليك الموضوع، يتحرك بكل سهولة في الدولة الليبية. نعم أبو عياض وغير أبو عياض، الدولة الليبية لا يوجد فيها مع الأسف الشديد أي أجهزة أمنية حقيقة نستطيع أن نقول تستطيع حتى أن تقبض أو تجلب المعلومات، لا يوجد في الدولة الليبية إلى يوم هذا. يعطيك الصحة الأستاذ عبد الباس الشيبي مؤسس جهاز الاستخبارات الليبي، اللي أكدنا أنه احتمال القبض على أبو عياض وارد جدا، وأنه كان يتنقل بسهولة، وأنه نجم يكون مجموعات إسلامية عندها نزعة إخوانية نجم تكون هي اللي أعلمت على أبو عياض قبل القبض عليه. الجمال تساؤل، فقط تساؤل، الصدفة معناتها الرئيس الحكومة الجزائري عبد الملك سلال معه وزير الداخلية الجزائري كانوا في طرابلس يوم السبت وصبيحة الأحد، وبارح الساعة الثالثة يوم عطلة في تونس جاءوا لتونس والتقاو السيد رئيس الحكومة ومعه الرئيس الحكومة المرشح السيد مهدي جمعة، وبعد ذلك تقابلوا المرزوق. هل هي الصدفة بعد ساعات يتم الإعلان عن إلقاء القبض وتسريب معلومات؟ كلمة برك، وأن يبدو كذلك من أخبار أن إذن المجموعة الدولية إذن اللاهية بالإرهاب أعطت دور قيادي وريادي للجزائر في ملف الإرهاب في المغرب. أما خليني نزوز كلمات، فما معلومة موقع إيقاف، ويعني أن إذا السلطات الأمريكية بواحد اختاروا المواجهة مع هذا التنظيم، فما اختيار المواجهة، وإلا لم يقع إيقافه وهي مناورة، معناها مثل ما جوز جلول معناها في المشاكل. واضح نجي جلول، يعطيك الصحة. احنا توا مش نبقاو نتبعوا خبر اعتقال أبو عياض، ربما تأتينا بعض التأكيدات، ولكن خلينا نمشيوا الموضوع الثاني، هو مسألة صندوق الكرامة والجدل الكبير اللي اللي اللي, اللي أحدثوا صندوق الكرامة لرد الاعتبار لضحايا الاستبداد. خلينا نشوفوا التقرير اللي يرصد ردود الأفعال حول هذا القانون اللي أثار عاصفة البارح في المجلس التأسيسي، وبعد نرجع الحوار. جدل واسع بين عدد من نواب المجلس التأسيسي بعد مصادقة النواب في ساعة متأخرة ليلة أمس على فصل لمشروع قانون المالية يتعلق بأحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد. قانون المالية هذا تحول إلى قانون لتعويض الإخوانجية، هذا هو الملخص تاع هذا القانون. شفنا معنا استيماته في الدفاع على التعويضات، على ربط قانون العدالة الانتقالية بقانون المالية، وقد تم هذا معناها بالقوة، هذا لا يبشر بخير بطريقة هذيك. فبالتأكيد يعني، وأنا شخصيا احتفظت عن ذلك كما بقيت كتلتي. يعني القانون بيدو الأساسي يعني تاع العدالة الانتقالية يعني يؤكد على أنه يفوض إلى أمر، ما يفوضش إلى قانون عادي. نواب كتلة حركة النهضة بالخصوص تمسكوا بتمرير هذا الفصل، معتبرين أن أحداث هذا الصندوق ضمن قانون المالية هو مكمل لما ورد في قانون العدالة الانتقالية، وهو سليم من الناحية القانونية والإجرائية، فضلا عن أنه سيضمن حق ضحايا الاستبداد في التعويض. ضحايا الاستبداد ما هماش كان النهضة، وهذا يعني احتقار للي ضحى عشرات السنين وكان يعتبروا أنه ضحايا الاستبداد هما ضحايا النهضة، هذا شرف لنا، ولكن هو يبخس في الآلاف اللي نالوا الأمرين. هذا المقترح وقع تمريره بموافقة 87 نائبا مقابل رفض 13 نائبا، واحتفظ 19 آخرين بأصواتهم. أهلا وسهلا بكم من جديد، تلتحق بنا ريم محجوب نائبة في المجلس التأسيسي عن حركة أفاق تونس. أهلا وسهلا بك. برشا كلام البارح اللي صار البارح، من حيث الشكل كيفاش صارت العملية بالضبط، وعليش الزوبعة اللي أصاتها، كيفاش تم اقتراح هذا الفصل بالضبط، شكون اقترحه، كيفاش كانت ردود الأفعال، وسيادتك كنت حاضر البارح في
لا انا ما كنتش حاضر، انا تابعت معناتها في التلفزه حتى اللي كملت الجلسه. احنا نواب افاق تونس كنا قطعنا الجلسه نهار سبت مساء على خلفيه استفزازنا للوزير الماليه وانه استفزنا واقل احترامه لنا، واتهم حزب افاق تونس انه يحب يتغطى على المتهربين جبائيين. كان معناتها تابعته شويه واحنا انسحبنا من الجلسه ولكن تابعت شنو اللي صار وقعدت معناتها الجلسه الكل بعدها حتى للاخر. هو في اخر ما بعد ما كملوا الفصول الكل الموجوده في قانون الماليه عندنا الحق كنواب انه نعملوا اضافه فصول. في اطار الاضافه نتاع الفصول حركه النهضه قدمت العديد من الاضافات، منها الاضافه هذه هي احداث صندوق الكرامه والحقيقه والكرامه سميوها. هو فصل في قانون الماليه اللي هو نفسره شوي انه احنا كي صدقنا على قانون العداله الانتقاليه كان فيها فصل 19 يقول فصل 19 أي. لا 19 نتاع القانون المالي فما فصل في من تحضرش بدا في قانون العداله الانتقاليه يقول انه احنا المجلس باش يحدث من بعد هيئه اسمها هيئه الحقيقه والكرامه والهيئه هذه هي اللي باش تقول باش نعملوا صندوق التعويضات والصندوق هذا سيحدث بمرسوم اما الهيئه هي باش تقول كيفاش باش نجيبوا الموارد نتاعها وشنو باش نعملوا وقداش فما عباد باش نعوضوا لهم، ايش باش نعملوا تعويض جماعي، باش نعملوا تعويض معناتها فردي، نجم يكون فما تعويض مادي، فما ناس باش يعملوا تعويض معناتها مغالك. هاو هذا الكل باش هي الهيئه الحقيقه والكرامه هي اللي باش تشوف وهي اللي باش تعرف قداش لازمنا موارد. اللي حدث البارح انهم هما ارتكزوا على قانون الفصل 19 من القانون نتاع الميزانيه اللي يقول اللي قانون الميزانيه ينجم يحدث صناديق. باهي هو الفصل 19 فيه زوج اي الجزء الاول يقول انه قانون الماليه ينجم يحدث صناديق والجزء الثاني يقول القانون هذا وقت يحدث صناديق يلزموا يقول لنا منين الموارد باش نعبيوا الصناديق هذه. اللي صار البارح هو ان حدثنا صندوق من غير ما نعرفوا منين باش يجيو الموارد. وانت محجوب قلت انه ليست هناك موارد للصندوق واضحه وانه سيمول من الايتاوات والضرائب. انا قلت نتسائل انا قلت احنا وقت اللي كل ما عملنا تقديم مقترح تعديل نتاع فصل سي وزير الماليه كان يجاوبنا ويقول لا هذا باش نقصوا هذا باش ينقص بالموارد وما نجمش مثلا على الضريبه على الشركات قلنا علاش معناتها 10% نتاع المكامله المصدره. عملنا برشا اقتراحات ان مش وقته هذا البلاد ما احنا في الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها فما اجراءات جبائيه تعملت ماهيش وقتها والاداره ما زالت ما صلحناهاش ماهوش وقتها باش نعملوا هذايا على شنو دفعنا احنا. هو يجاوب يقول احنا معناتها نحبوا نخليوا العباد تهرب معناتها الجبايه تهرب من الدفع نتاع الجبايه وزيد معناتها ما نحبوش معناتها الميزانيه نتاع الدوله معناتها نزيدوا فيها. هنا في هذا يجاوب هكا اما في الصندوق هذا معناتها منين باش نجيبوهم؟ اما يكونش هل هذوما اللي عملناهم واللي زدناهم الكل ما اللي قلت انا لازم باش نمولوا بهم الصندوق هذا انا معناتها مش يعني معناتها فهمت في شكل تسائل نقطة هذه تنكمل سفيان بن حميده بين حق التعويض لضحايا الاستبداد وما بين احداث صندوق في الوقت هذا وتابع قانون الماليه ظهر لي فما برشا كلام. سعنا نذكر بحاجه هو انه كان فما وزير للماليه اسمه سحسين ديماسي وقت اللي تطرح موضوع التعويضات للمنتفعين بالعفو التشريعي العام اللي الفاتورة متاعهم باش يعرفوا التوانسة أنه الفاتورة متاعهم تتكلف على البلاد 1200 مليار من المليمات 1200 مليار قال أنه البلاد والاقتصاد ما يتحملش هذا وقدم استقالته انترتر على الشيء هذا فهمت؟ وهذا ما خلى أنه مشروع التعويضات يتأجل إلى آخر رمق ماضي ساعة متاع الليل متاع آخر جلسة لمناقشة الميزانية. هذا متعمد معنا متعمد هذا موضوع دبر بليل وهو ظرف تشديد لأنه النية هي بالأساس نهب موارد الدولة. أنا نحب نقول لك أنه تعويض المنتفعين بالعفو التشريعي العام راهو لن يشمل إلا عناصر حركة النهضة. عليه؟
لأنه القوميين أعلنوا أنهم ما همش معنيين واليساريين أعلنوا أنهم ما همش معنيين. يعني الكل خاطر اليوم مثلاً الوحيدين أي. الوحيدين أي. اللي هذاك الكلام اللي قاله نايب السيد النايب عبد الكافي قال أنه كلام موجه حركة النهضة كلام تاع مغالطة كلام تاع مغالطة التيارات القومية لأنه التيارات القومية أعلنت أنها غير معنية والتيارات اليسارية أعلنت أنها غير معنية. الوحيدين اللي متشبثين بال 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 بالقطو هذا هما الإسلاميين، وهذا على حساب الاقتصاد التونسي. تو احنا نتفهموا في مشروع ميزانية المشروع اللي تعدى راهم زادوا ضرائب على التوانسة، وقت اللي قالوا النواب نتاع المعارضة قالوا علاش تكثروا على التوانسة في ظرف اقتصادي صعيب، كانوا يجاوبوهم الحكومة يقولوا لهم لا الظرف صعيب وإحنا يلزمنا موارد وكذا. يعني من ناحية نزيدوا ضرائب على التوانسة، ومن ناحية أخرى أن الدولة تعطي 1200 لأنه الموضوع يلزم يعرفوا التوانسة 1200 مليار باش تعطيهم للتعويضات اللي سوات من حقهم لكن مش من حقهم في المطلق، مش من حقهم وقت اللي البلاد فالسة، وقت اللي التوانسة ضربهم الصباط، وقت اللي الاقتصاد طايح. إن معناها كان ممكن في قانون العدالة الانتقالية موجود يكفي، وثم أنه نختار الوقت اللي البلاد تتحمل المصاريف هذه. نجي جلول زاد فما كلام على حق ضحايا الاستبداد في انه يعوض لهم، وهذا موجود في قانون العداله الانتقاليه، معناها فما يلزم فما هو موجود في القانون، موجود ذكر في كل ادبيات امنيستي انترناسيونال. لما يظهر لي انا ديما كلمه نقولها نقول الناس هادم من اتباع مش الدين الاسلامي، من اتباع الديانه الماديه. شو معنى الديانه الماديه؟ لا 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 من اتباع الديانه الماديه ريليجيو ماتريال. معناها اسمع تموت تضرب حوريه الفوق 70 ولا 30 وفي الارض زادة عندك كومبنسيشن في الارض، معناها تاخذ فلوس تاخذ تعويضات. اسك من المعقول شوف في الاخر الليل في اخر اجتماع بمنطق الغنيمه بمنطق الاستحواذ في اخر لحظه تعويضات الطالب التونسي باش يتقشف، تزيد في التونسي في الادوات، تزيد في مشاكل صندوق الدعم، معناها الطالب الزوالي اللي ياخذ 150 دينار باش يدفع لشكون يدفع؟ للناس اللي مش تاخذ مليارات واغلبهم مش في حاجه لذلك. نمشي معك اكثر من هكا، ثم تبرير سمعت ما عرفش صحيح ولا غلط من سفيان يقول لي قالوا عنا فلوس بتجينا من الخارج. يا وديزي معناها مش تثقل تعبتون بفلوس، وشنو الفلوس جاي من الخارج هادي؟ يهودي راهو راهو عنا احنا دي بلاد سامحني شكرا جايه للبلاد ولا جايه لا لا جايه للبلاد ولا جايه للبلاد لها سياده واستقلت في 56 وكان فما تعويضات عوض الناس اللي مات 56 وضحات على البلاد هذه، ثم فما برشا ناس ظلمت في البلاد هذه، الناس في المهديه اللي تفكت اراضيهم وماتوا وبنوا عليه وتله. اخي ما همش ضحايا هذو، ايش بيه الضحايا؟ ما همش ضحايا، الضحايا موجودين كان في حركه النهضه. ريم حجوب توافق الرأي هذا تحديدا ولا عندك تنسيق؟ هو 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 أنا حتى واحد ما ينكن أن فما ناس تعذبت وفما ناس معنا، أما أنت اخترت باش تناضل لأنك أنت تمن بحاجة وناضلت بها وتقول ألي أنا مناضل. أنا نعرف واحد مناضل يكفيه أنه اليوم الدكتاتورية طاحت، وألي أحنا معناتها ألي كان فيه هذا يظهر لي معناتها يكفي للشيء هذا. ما نقولش انا اللي ما عندهمش الحق في الناس في التعويضات ولا حاجه، ولكن انتم صبرتوا الكل هذا الكل، ما تنجموش نزيدوا نصبروا حتى بلادنا تخرج معناتها من الازمه احنا اللي احنا عايشينها، الازمه الاقتصاديه خاصه اللي احنا عايشينها، ومن بعد تو تصير بالعداله الانتقاليه وتو يصير هذا كيفاش باش يصير معناتها معناتها كل واحد ياخذ حقه. واللي نحب نقول انا اللي هما العفو التشريع العام عملوا من بعد قانون نتاع الانتدابات في الوظيفه العموميه القانون معناتها الاستثنائي، وطلبوا البارح زاده في فصل معناتها اضافي انهم يزيدوا يمدوا في القانون هذايا نتاع اللي هو كارثي على اللي هو
كان ترفض على خاطر رئيس الحكومة متاعهم قال لهم جبدوه وهذاك سا شدوا قالوا ليه نحبوا نعديوه على تصويت وترفعت الجلسة والدنيا خاضت وهما معناتها باش من بعد جبدوه وما همش معناتها فرحانين كيف جبدوه. لكن يقول قائد كيف كيف وين هم نواب المعارضة المفروض أنه هذيك العشاطات الأغلبية هم عدوا قالوا لا هو هو إيه هذيك هي القانون إحنا موجودين ولا مش لا ما هو هذا المنطق سفيان لا 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 فما اللي يخلي بقعته البارح ما فماش البارح نسبة التصويت 87 صوت مقابل 13 صوت ما يلزم الناس تفهم اللي هذا قانون عادي والقانون العادي يلسوفيكو عندهم 73 صوت يعديوه معناتها باش يعديوه هما بينا ولا بلاش هما عندهم 73 صوت اما هاو نقول لك فما ناس قاطعت الميزانيه من الاول ملي ما بداتش بالكل على خاطر الحوار الوطني قال ان الميزانيه هذه ما تتعداش وبار برانسيب ما دخلوش فيها احنا نواب كافاق تونس خدمنا وعملنا تعديلات في جل الفصول وقدمنا وكنا معناتها واكبنا الاعمال نتاع اللجنه غيان لا لشيء لانك حتى وكان ما تنجمش معناتها انت تبدل حاجه في الميزانيه والفصول اما الناس تعرف اللي انت كان جيت في بلاصه العباد اللي تحكم شنو اللي تعمل وهذيك هي الديمقراطيه انت اليوم فما اغلبيه تعرفها باش تمر هي اللي هي تحب اما غدوه في الخيار تعرف اذا كان ما رضتكش الاغلبيه هذه تعرف شنو تختار وهذا معناها دور المعارضه ولكن نعرفوا احنا بالباساج اون فورس في اخر الليل يعديوا اللي يحبوا ماهيش اول مره هذه وهذا الشيء خوفنا عليهش احنا تو الاكثر من معناتها من هذا اللي خوفنا على الدستور اللي احنا داخلين عليه وعلى التوافقات اللي ما حبوش يضمنوها ضمنيا باش تكون في الدستور وحبوا يدخلوها لنا بتعديلات معناتها نجموا ما نعديوهاش بعد ما عملنا 37 حصه وكمان هذايا معناتها اللي الازمه بتاع ثقه في عوض قاعده تتنقص قاعده تتحد بالحاجات اللي قاعدين يعملوا فيها وتكون ملاحظه اخيره معاك حتى معاك سؤال حضرت النايبه هل يمكن التراجع على هذا القانون ولا لا في القانون التكميلي في القانون التكميلي نجموا نقحوا اي فصول نجموا نرفع معناتها نلغيوا فصول وهذايا معناتها نتمنوا انه خاطر الميزانيه هذه معناتها فيها برشا خور وفيها برشا مخاطر وفما اجراءات جبائيه تو كنا في دكتاتوريه امنيه باش نوليو في دكتاتوريه جبائيه ونتمنى ان الحكومه اذا كان باش ترى النور هذه تكون تنجم على الاقل تعمل قانون شوف اسمع وزير الماليه يقول لك اللي يحب يمشي في المغرب خليه يمشي يريم عندكم في المهديه واحد يقولوا عليه مهبول ديما يدور في المهديه يقول 24 بقيو نسو فيهم انتم المعارضه من 23 وفات شرعيتهم انتم تونسوا فيهم الدخول في الحوار الوطني كان كارثه ديجا على المعارضه لان من الناس هذوك ما يهمروش الحوار الوطني تحتمل برشا اراء احنا ما عندناش برشا وقت احنا بعد الفاصل باش نرجعوا للمشاكل في شركه الخطوط الجويه التونسيه باش يكون ممثل عندنا على الشركه نرجعوا بعد الفاصل.